ومين الناس اللي هتتحمل مسؤوليه ما لا مانع بعد الاجراءات، لا مانع طبقا للقواعد والقوانين، بيجي لك منهم طلبات اللي عايز مفيش حاجة هتفيد. الحقيقة احنا سعداء واقع احنا عشناه وتجربة صعبة شفناها وتخرج للنهاردة، وان شاء الله يعني نفتتح مشاريع اخرى قريبا. وسعيد جدا بوجودي وسط الحضور الكرام واحد واحد وجميع الحضور من اهل الجميلة، وكل عام وانتم بخير. شكرين. كامل الحب والتقدير والاتنين والمحبة على هذه الكلمة الطيبة وهذه المشاعر النبيلة الجميلة من سيادة النائب، نائب الشعب، نائب باسل الأهل. طبعا الجو حر وعايزين حاجة تطر على قلبنا كده تصحي التعبير. الدكتور محمد السيد إسماعيل في مدرسة الحب وفي المدرسة العطائية الكبيرة اللي أستاذنا أسسها وعمدها، ودوما يقول أن الأعمار لا تقاس بالأعوام وإنما تقاس بالعطاءات. فكما سعدنا ومتعنا واستمتعنا في صدر هذا اللقاء بأي الذكر الحكيم من سيدنا ومولانا فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز والدي، الآن يداب المسامع ويطيبها ويطيب القلوب ويحلق على السماء حتى لو كنا واقفين على الارض، مولانا الدكتور محمد السيد علي، فليتفضل المشروع. إذا ما شئت في الدارين تسعد وفي أوج العلا ترقى وتصعد، إذا ما شئت في الدارين تسعد وفي أوج العلا ترقى وتصعد، فأكثر بالصلاة الأمان ونرحم بالصمت، يفرج قلبي سلام Money.
شكرا فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز وافي المتألق المتألق مولانا الدكتور محمد السيد اسماعيل مرعى نور حاجة بسم الله ما شاء الله مدرسة الحب كما قلنا. أيها السادة الآن جاء دور التكريم وتسلم العقود، لكن بعد تسلم العقود سوف نتجه جميعا لنلتقط صورة تذكارية حينما نقوم بالافتتاح الرسمي لهذا المشروع وكلنا التفاصيل. يهمنا جدا أن نكون جميعا داخل الصورة، وكما يقولون مش عايزين حد يطلع من ايه؟ يطلع منين؟ يطلع من الصورة. صلوا على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. المنصة تحت؟ المنصة تنزل هنا عشان يستلموا على الأهالي بيسلموا على المنصة. شو مش عارف ايه اخويا. يعني هننزل وهنبدا اقول المنصة تنزل. ديت يعني؟ لا المنصة الأساسية. المنصة كلها تنزل؟ طيب ماشي. هنبقوا قريبين من ناس مش عارف تطلع. طيب. انا ابنك محمد الشاعر. منين محمد؟ اصلا من الرياض. الرياض كفر الشيخ. من الرياض يعني؟ المسن. من الاصل خالص المجاز. بس مولود المسن. المسن عزبه الشاعر. كبير ولا صغير؟ الصغيره. انت من الشاعر جامعه الشاعر؟ والله حبايبي. ربنا العمده شرف جدا. شرف الشاعر. اخوك اللي هو محمد راشد. يا نهار ابيض شرف.
فينا. وبعد هذه المرحلة بسنوات عديدة بما يقرب من 20 سنة، نحن عملنا أول توسعة قبل 20 سنة بالفعل، وكانت فتحا كبيرا. وبعد هذا الناس لا زالت تشكو وتشكو وتشكو، فجلسنا في اجتماعات عديدة، ودائما اجتماعاتنا اجتماعات مشرفة ومتزنة وناضجة ومليئة بالحب ومليئة بالعطاء ومليئة بالحب للوطن كله. نحن لا نزرع لدقميرة وحدها، وإنما نبني في مصر كلها. ولسان حالنا ومن يستصعب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا 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 وكان رسولا نبيا. تحت عنوان هذا الإخلاص، كما قال الدكتور محمد الشاعر الإعلام الحبيب ابني وحبيبي، أوجه له ألف تحية، دكتور محمد الشاعر صاحب اللسان الصادق الصدوق الذي عاشرنا في رحلة عطاء أكثر من 30 سنة. لم يكن حصول دخميرة على لقب القرية النموذجية على مستوى الوطن الحبيب 3 مرات أمرا عشوائيا ولا اعتباطيا، وإنما كان جهد مؤسسي، ليس جهد أحمد عبد عوض، ولكن جهد مجموعة من الشباب الصالح، أنا أقلهم همة وأنا أقلهم عزيمة، وكانوا وقادين بالحب للوطن. تحت هذا الشعار تم إنشاء المجمع الطبي الخيري في دقميرة الذي يعتبر الآن مستشفى عظيم جدا. خلال أيام سندعوكم لافتتاح وحدة العناية المركزة أطفال، ثم وحدة العناية المركزة للكبار، موجهة بالشكر للدكتور محمود يحيى والأستاذ أحمد أبو اليزيد عبد عوض. الجهد الميداني في غسيل الكلى، في الحضان، في كل شيء عندنا. بصراحة أنا قلت لكم آية واحدة، لو انتفعت الأمة بهذه الآية لكفتها لكفتها. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. لا كنت أقول قديما، لو وجدنا ربع جرام إخلاص لجعل مصر الأولى في العالم، وحقها أن تكون الأولى في العالم، لأنها أم الدنيا وستبقى مصر أم الدنيا. لن أستعرض أمامكم مشروعاتنا التي تعرفونها، ولكن من باب العلم، افتتاح الشهر العقاري في قرية، عمل شهر عقاري في قرية، هذا حدث ليس عاديا ومن النادر حدوثه في مصر كلها. بعد أيام سندعوكم أيضا إن شاء الله تعالى، كما وعدني رئيس الأمن الوطني عندما كنت أزوره وكي أدعوه يوم الأحد الماضي، وعدني أن نفتتح الوحدة الخاصة بالسجل المدني الأحوال المدنية خلال أيام إن شاء الله. سندعوكم لافتتاح السجل المدني في دقميرة النموذجية. أي مشروعات فيها خير أنا لا أجري وراءها، ولكن أهرول كالصاروخ، بأبحث عن أي مصلحة لدقميرة لمصر في أي مكان في العالم. وخلال أيام أيضا تفرحون معنا بالمدرسة اليابانية على أرض مصر، على أرض دقميرة النموذجية، المدرسة اليابانية أيضا تفرحون معنا بالمدرسة الثانوية الصناعية بالطاقة الشمسية على أرض دقميرة النموذجية، وتفرحون معنا ربما في حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
حفل افتتاح محطة رفع المياه التي تخدم المنطقة خلال شهر أو شهرين إن شاء الله. مشروعات عملاقة، ليس لأننا قمناها ولكن لأنها مشروعات خدمية بالفعل، مشروعات عملية بفضل الله سبحانه وتعالى. ومشوار المقابر الذي سنفتتحه بعد قليل حق له أن يكون الهرم الرابع في مصر. منظر المقابر عندما تراها الآن مشيدة جميلة عظيمة، حاجة يعني لآلاف السنين إلى أن تقوم الساعة. تعبا كبيرا جدا، صدق أو صدق، باسم حجازي كان بيتابعنا عندما توقفت الأوراق كثيرا تتوقف دون سبب، موافقات ثلاث وزراء وثلاث محافظين والأمن الوطني والرقابة الإدارية والمخابرات العامة والمخابرات العسكرية وتشتغل يعطلك برضه. فنستأنف اللف تاني، الملف يضيع في المحافظة، الملف يضيع في المحافظة مرتين، أعمل ملف من جديد تاني. كانت سنوات صعبة عصيبة، أصعب سنوات عمري بصراحة هي التي أنفقتها في بناء هذه المقابر. أنا اليوم أشد الناس فرحا لأن هذا الإنجاز لم يكن سهلا أبدا. طبعا الحمد لله عند الصباح يحمد القوم الصرا. تعبنا أي نعم، ولكننا بصبر وبحرص وبتعاون مثمر وبقدرة على استغلال المواقف الصعبة لكي تقوي همتنا. أنا كنت أذهب للرقابة الإدارية يقابلني اللواء إسلام يقول لي يعز علي أن تحضر، والرجل ينزل تحت يقابلني بنفسه ويقول أنت مهمتك في الحياة أكبر من هذا. أقول له يا سعادة اللواء هذا عملي وهذا تعبي ولازم لازم أنجح عشان تنجح مصر معايا وينجح الناس معايا. أنا لا أحمل همي ولكن أحمل هم أجيال قادمة. الحمد لله رب العالمين، نحن اليوم في عيد سعيد، في يوم بهجة، ولا بد أن أوجه شكرا لكل أعضاء بيت المال الذين عملوا في المرحلة الأولى بالذات التي كانت سنة 2005، اللجنة الخاصة بالمقابر التي تعبت واجتهدت وسلمت الأهالي المقابر الأولى التي لم يكن الحصول عليها أمرا سهلا، وإنما كان جهادا كبيرا ومجاهدة كبيرة، وكان يوم فرحة أيضا عندما سلمنا الناس عقود المقابر قبل 20 سنة، وكأن التاريخ يعيد نفسه الآن. فاليوم جئنا لكي نفرح لا لكي نقلب المواجع، وإنما أنا أذكركم فقط أن هذه المقابر هي أحب المشروعات إلى قلبي، لأننا كما نستر على أحيائنا لابد أن نستر على أمواتنا، وهذا جهاد كبير
أن تنشئ 240 مقبرة في زمن قياسي بعد أن سمح بالبناء وأنهينا المشوار الكبير المزلزل على مدى سنوات عديدة. وطبعا الأرض تبرعت بها أنا وأخي الأستاذ صبري عبد عوض زمان قبل 8 سنوات، كان قيمة الأرض 1,000,000 جنيه، انظر إلى قيمتها الآن. ونحن فرحون أننا نضع لبنة، نضع لبنة لإسعاد الناس، وكفى أن تسعد الناس، وتلك تجارة عظيمة لك مع الله تعالى. فإن أحب الأعمال إلى الله تعالى إدخالك السرور إلى قلب مسلم. لقد أدخلنا السرور إلى قلوب الملايين عبر رحلة عظيمة من العطاء. ليتكم كنتم معنا يوم 28 رمضان، ليتكم كنتم معنا، ليت الشعب المصري كله كان معنا عندما زوجنا 1,100 عروس يتيم. اسمع لهذا الرقم، والله والله وأنا صائم كانت هناك معجزات على وجه الأرض لكي يتم هذا الحدث التاريخي الذي لم يحدث ولن يحدث في تاريخ العالم، أن تزوج 1,100 عروسة يتيمة وسط ظروف صعبة وصحراء شاسعة وظروف موحشة. فهذا تحدي كبير جدا 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 جدا، والحمد لله رب العالمين. هذا الجهاد الكبير أسعد آلاف 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 الأسر على مستوى مصر كلها. أنا لا أخدم في دقمرة فقط، دقمرة قلبي وروحي وفؤادي ومستقري ومسقط رأسي وموضع موتي، أنا أخدم في مصر كلها. أنا موجود في هذه الحياة لكي أخدم كل الوطن. ما من مكان ينادي علينا، ننادي بأذهب إلى أسوان، بأذهب إلى سوهاج، بأذهب إلى قنا. ذهبنا في شعبان إلى سوهاج، وذهبنا قبلها إلى المنيا. ما من مكان ينادي علينا في مصر إلا ذهبنا ولبينا النداء. فهذه فريضة واجبة علينا، ليس على مستوى الدعوة الإسلامية ولكن على مستوى تحسين حياة الناس، أن تهيئ للناس عيشة كريمة لكي يفرحوا بالحياة وكي يهنأوا بالحياة، لأن الإنسان لن يعيش مرتين. فكفى الناس الظروف الصعبة العصيبة التي يعيشها. وأن نساعدهم وأن نسعدهم وأن نأخذ بأيديهم حتى تصل السفينة هذه الضعيفة لا تصفق. لابد أن نصفق معا في حب مصر، في حب الوطن، في حب العطاء، في حب دقميرة وما حولها، في حب الأجيال القادمة. ما استحق الحياة ولا لقريتي، أنا بأبدل كل مصر، ما استحق الحياة من عاش لنفسه فقط. جئنا في هذه الحياة لكي نخدم الناس، لكي نكون تحت أقدامهم، لكي نكون تحت أقدامهم، لكي نكون تحت أقدامهم، حتى يستشعروا أن بلادنا لا زالت خيرة، وأن بلادنا لا زالت بخير، وأن مصر ولادة، وأن مصر عمارة، وتبقى تعطي وتعطي وتعطي وتعطي. أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعد.
الحمد لله رب العالمين. لابد أن نفرح في هذا اليوم السعيد، في هذا اليوم المبارك، أن الله تعالى أتم علينا هذا الحدث الكبير. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لابد أن نفرح جميعا أن قلوبنا امتلأت سعادة وسط هذا الجامع المبارك. من النادر أن تجمع أناسا طيبين كهؤلاء الذين حضروا وهم يمتلئون حبا وعشقا لبلدهم. من النادر أن ترى هذا الحفل الكبير في أيام تغلبت فيها الدنيا على قلوب الناس وعلى مشاعر الناس. إن استطعت أن تصنع السعادة فأنت صانع السعادة، أن تصنع الأمل فأنت صانع الأمل بالقول والعمل. يا صانع الأمل بالقول والعمل. نعم، لن أطيل عليكم، كفاني أنني فرح، أنني سعيد وسط أمواج الحب التي رأيناها اليوم، التي لم يكن لها لتجتمع إلا بعد تعب كبير وجهاد كبير. اتعب وبعدين فرح الناس، لا تكن مهرجا لكي يضحك الناس عليك. اتعب ولا تنظر إلى الوراء، لا تلتفت إلى مدح المادحين، لا تلتفت إلى مدح المادحين ولا إلى شتم الشاتمين ولا إلى قدح القادحين ولا إلى ذم الذمين. اجعل الله أولا يجعلك الله أولا، اجعل الله أولا يجعلك الله أولا، اجعل الله أولا يجعلك الله أولا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لابد أن نفرح أن كل إنجاز على أرض مصر ليس نجاحا لدقميرة أو لكفر الشيخ، ولكن نجاح للوطن، همة للوطن، مؤازرة للوطن، إثبات للجميع أننا جديرون بهذه الأرض، جديرون بهذه الحياة، جديرون بهذا العطاء. وتستمر سفينة العطاء يوما بعد يوم، وفي كل يوم نقدم مشروعات جديدة ونبني ونعمر. حيثما كان العطاء كان الخير دائما. فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اللهم يسر لنا ولكم اليسرى، اللهم يسر لنا ولكم اليسرى، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا فينا ولا منا شقيا ولا تعيسا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك. اللهم ارحم أهلنا في دقميرة، ساكن المقابر القديمة والمقابر الجديدة، واجعل افتتاح المقابر الجديدة رحمة لهم ونورا لهم وسعة لهم في قبورهم. أسأل الله العظيم لأعضاء بيت المال الذين لقوا ربا كريما، المهندس محمد كرم غباشي، الأستاذ صبري عبد عوض، الحاج محمد سعد، المهندس السيد يحيى، الذين أعطوا بقلوبهم وبثمرات فؤادهم، الحاج عمر علي عمر، وانتقلوا بعد جهاد كبير. وإني أدعو لهم في سجودي لأنهم بجهودهم كان هذا العطاء. المهندس محمد كرم غباشي عمل معنا لا نعرف منه إلا حاضر ونعم، الحاج محمد سعد الجنزوري حاضر ونعم، الأستاذ صبري عبد عوض أطلق عليه
كبانية العطاء، كبانية العطاء. الحج عمر علي عمر حيثما حل هل وأعطى ولا يتأخر، عليه رحمة الله وعليه رضوان الله وعليهم جميعا رحمة الله ورضوان الله. المهندس سيد يحيى الزواني بسم الله ما شاء الله، عطاء كبير وذخيرة حب مليئة بالأمل. إني أذكرهم الآن لأن إذا لم أذكرهم الآن فلا خير في، إذا لم أذكر أحبابي وإخواني الذين بدأت اللجنة بهم وصارت على جهدهم وجهادهم فلا خير فينا إذا لم نذكر أصحاب الفضل وأصحاب العطاء وأصحاب الحب وأصحاب الأمل وزارع الحب وزارع الأمل وصانع السعادة. اللهم أدم علينا عطاءك يا رب العالمين، اللهم اجعله يوم فرج لكل المكروبين ولكل التعساء ولكل المحبوسين، اجعلها ساعة فرج وساعة أمل. من كان منكم مريضا أن يعافيه ربي، من كان منكم أن يفرج الله عنه ما هو ساعة فرج، اجعلها ساعة فرج لأهلنا في غزة، لأهلنا في رفح الكرامة، انصرهم يا الله وإن جندنا لهم الغالبون. أو الفضلاء عشان احنا في حضرة صاحب الفضيلة أفصح من تكلم العربية في المنطقة العربية بربنا في العالم، والله أقسم بالله أنا اشتغلت كثير والتقيت كثير كثير بشخصيات كثيرة، ما تكلم أحد طويلة 4 سنوات على مدار 24 ساعة. نايم ومضطجع كما ننام نهائيا من هذه المكتبة الإسلامية غير العادية. علمنا حماد تكلم في المايك يا باشا، خليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلي وعشيرتي الكرام، أهلا بكم، سعدت ما بعدها سعادة بالحضور إلى هذا الحفل الكريم بدعوة فاضلة من أخي الأكبر الدكتور أحمد عبد العوض. وإن كنت في الأيام الماضية على استحياء في الحركة نظرا لما بي من ظروف، إلا أنني لا أملك إلا أن ألبي النداء، فهنيئا لكم بهذا العلم وهذا هنيئا لكم. وعلى ضرب الكفاح معه دائما مبروك لكم جميعا، ونبارك لأنفسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هذه الكلمة الطيبة وعلى هذه الروح الطيبة التي تحب الخير للغير.
وتوفنا مسلمين. وصدق رسوله الكريم الذي قال عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سعادتي اليوم سعادة كبيرة جدا، لأنني في بلد الأخلاق، والبلد التي امتلأت بالأخلاقيات بعائلتها ورجالها العظماء منذ الأزل التاريخ. دكميرة هي بلد الأخلاقيات، وهذه حقيقة. دعوة كريمة وجهت إلي لحضور هذا الحفل لافتتاح 240 مقبرة باسم أخي وصديقي وحبيبي وواحد، يعني إذا تحدثت عن الأستاذ صبري عبد عوض فأنا أتحدث عن تاريخي منذ مولدي. الأستاذ صبري عبد عوض تزاملت معه أخوة، دراسة، محبة، بيوت. رجل تربى في بيته على طاعة الله وحب الناس وحسن الخلق، ولما لا، وهو والده كان يحمل هذه الصفة. والدي أنا أيضا الحاج الذي كان ورعا وتقيا وزاهدا ومحب، وأذهب به وأعود به إلى البيت. صارت محبة وحب عوض، وأنا أعتبر اليوم بالخدمات دؤميرة ما في الجامعة كمان وفي إعدادي و وأنا أكبر من الحق أن يولد من عاش لنفسه. فالدكتور أحمد عبد عوض منذ نعومة أظافره وبداياته كان محبا وخادما لكل صغير وكبير، مش في دوميرة بس وفي المناطق اللي حوالي، ولا في سيدي غازي والخدمية وابو منيسي والحلافي واللي نعتبر كلنا أبناء هذه البلاد، لكن على مستوى الجمهورية بدأها بلقاء الإيمان واستمر الإيمان ونشر الإيمان وعمل أعمال كثيرة لنشر الإسلام ووصول الإسلام بوسطيته، وسطية الإسلام ومحبة الإسلام. فالإنسان الذي لديه قدرة على الإقناع والإمتاع رجل فعلا عندما يتحدث تصطنق له الآذان ويفتح الله له قلوب العباد لتنهل منه. واستفدنا منه من خطبه ومن كتبه، فلا يمر يوما إلا وكنت أقرأ في كتبه، ولست وحدي بل الملايين في مستوى الجمهورية. بارك الله في فضيلتكم أخي وصديقي وحبيبي العالم الجليل والداعية الإسلامي الكبير. الأعزاء الذين رحلوا عن عالمنا، وبارك الله في كل وأحبابي، وكل عام وحضراتكم بخير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لإعلامي القدير الأستاذ زايد الزاهد عن توصيفه وهذه الكلمات والمشاعر النبيلة فيما يخص من غاب عنا بجسده وبقي معنا بروحه يشهد معنا هذه اللحظات المهمة. فلقد كان الأستاذ الحاج صبري عبد عوض رحمة الله عليه من صاحب الفضيلة فعلا، ولن أقول بمنزلة، وإنما فعلا هارون أخي بكل معاني الكلمة، بكل التفاصيل، بكل الرحلة بحلوها وحلوها من أولها
لأولها، لأنها ما زالت ممتدة بمشيئة الله تعالى. فأصحاب الحياة العطائية الذين يجودون على الدنيا كلها وليس على قريتهم فقط بمولودات مهمة جدا تغير كثيرا وكثيرا في العقليات لقرون قادمة بمشيئة الله تعالى، لا يغيبهم الموت تماما، ربما يغيب الأجساد، هذه سنة الله في الكون، لكن تبقى الأعمال، يبقى الأثر. وصدق ربنا إذ يقول في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا في حياتهم، ها، ونكتب ما قدموا وإيه؟ وآثارهم. والأثر ده بقى اللي هو ممتد دلوقتي اللي احنا شهود عليه. علشان كده صاحب الفضيلة يعطينا درس آخر ضمن سلسلة الدروس الكبيرة، هذه المدرسة العظيمة الممتعة من ضمن مدارس الوفاء في تذكره لرفقاء الدار. أيها السادة، كلمة السيد النائب الأستاذ سيد شمس الدين، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستغفره من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليه، ونية الطيبة كثيرا الأدب والعلم والأخلاق، وأكبر وأفضل وأحسن الإنجازات التي تمت في هذه القرية النموذجية، القرية الطيبة المباركة، برغم من وجود مشاريع كثيرة جدا جدا بفضل الله وبسم الله ما شاء الله تم افتتاحها وعملها في هذه القرية الطيبة المباركة بفضل الله أولا، ثم بفضل هذا الرجل الطيب المبارك فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد عوض. ولكن أنا بعتبر هذا المشروع من أهم المشروعات، لأنه ستر للموتى. إحنا كلنا هنموت، ولكن وجود هذه المقابر من أهم الأشياء التي يحاول أن يوفرها الناس الطيبون في كل القرى وفي كل النجوع وفي كل المدن. وجود مثل هذه المقابر إنجاز كريم وإنجاز كبير، نسأل الله أن يجعله في موازين حسنات كل من ساهم في خروج هذا المشروع، ونسأل الله عوض أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان على فراقه، فقد كان له دور كبير في هذا المشروع الذي يتم افتتاحه الآن، فنسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناته. أنا بشكر حضراتكم جميعا على الحضور الطيب المبارك، ولا أريد أن أطيل على حضراتكم، وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيادة النائب سيد شمس الدين نائب الشعب. كلمة السيد الأستاذ هاني جميل نائب رئيس مجلس المدينة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية ونيابة عن السيد رئيس مجلس ومدينة كفر الشيخ، أرحب بالسادة الحضور وبأصالة عن نفسي، أرحب بكم جميعا وبقرية دؤميرة، وأرحب بالمنصة الكريمة. ولقد سعدت حينما تم تكليفي
باننا اكون موجود معاكم النهارده، وزادت سعادتي باننا ضمن على المنصه مع القامات الكبيره ومع فضيله الشيخ احمد عبد عوض ومع السيد النائب سيد شمس الدين والسيد النائب باسم حجازي والاعلامي الكبير الاستاذ زايد الزاهي ومعالي المساعد وزير الداخليه السيد اللواء محمد راشد. ارحب بكم جميعا. انا في البدايه بس عايز بقول حاجه بسيطه بس. كنت دايما بسال ليه قريه دؤميره خدت القريه النموذجيه في مركز ومدينه كفر الشيخ او على مستوى محافظه كفر الشيخ كلها. ففعلا لما جيت هنا وقعدت هنا وشفت ان يكفي على قريه دؤميره وجود فيها فضيله الشيخ ده الامام، ده يكفي فقط انها تاخد القريه النموذجيه، لان فضيله الشيخ الامام عمل ما يستطاع للقريه وخلانا كلنا بنجري اي طلب احنا نفسنا بنهرول معاه. وده كان بيبقى صعب، ويمكن سياده النائب عارف وان الساده النواب عارفين تمام. انا تحت امركم في اي وقت. اللي انا شفته ده حاجه على اعلى مستوى جدا، ربنا يبارك يعني، بجد ده حاجه تفرح يعني. انا بشكركم كلكم وانا اختكم ومش هاي